بننتقل إلى مرحلة أخرى، زيارة الرئيس السادات إلى القدس، هل توقعتها؟ أبدا، ولم يذكرها قدامي، ولم يحدث حديث مع أي واحد قدامي أو قالوا لحد وكلمني أبدا، فجئت بها زي أي واحد آخر. هل طلب منك السفر معه؟ طلب مني عدم السفر معه، عدم السفر معه، لأن الدعوة جاية من كارتر من الولايات المتحدة الأمريكية. الله العظيم، حتى ايوه اتفضل. الدعوة، بصراحة احنا بنتكلم بصراحة. الدعوة اللي جت قال إن الرئيس السادات وبيجن ييجوا علشان مؤتمر كامب ديفيد، ومع كل منهما وزيري الخارجية والحربية. ايوه إسرائيل نفذت، وإحنا من عندنا قال هاخد وزير الخارجية فقط، وقال ما روحش، ما سافرش، وبالتالي ما سافرتش وياه. عرضت عليه إن قد يفاجأ بنواحي عسكرية، أو مش قد يفاجأ، ده من المحتم إن هيعرض عليهم في كامب ديفيد نواحي عسكرية، لأن سيناء هي المحتلة والأمن في ناس متخصصين فيه. فرشحت له لواء طه المجدوب في ذلك الوقت، لأن اشتغل معايا وأنا عارف إنه كويس في النواحي ده، يسافر وياه. قال لي لما أبقى أحتاج له أطلبه، ولم يحتاج له ولم يطلبه، وبالتالي انتهت الاتفاقية كامب ديفيد دون وجود واحد عسكري وياه. لكنك التقيت بوزير الدفاع عزرا وازمان، والذي تم هذا اللقاء تم عقب عودة السادات من القدس. قلت بعد هذا الاجتماع لا يوجد قائد عسكري مصري ولا سياسي يقبل بما يقترحه وايزمان والوفد الإسرائيلي المرافق له. ماذا دار في هذا الاجتماع؟ أنا اجتماعنا بعد ذهاب السادات إلى القدس اجتمعت بوايزمان. ولم تقبل أكثر. أيوة التقيت مرة. به وقلت أن الاقتراحات الإسرائيلية في أثناء هذه الاجتماعات كانت صدمة بالنسبة ليك، لأن السادات وعدهم بما لم يحلموا به. الحاجات اللي اقترحوها الجانب الإسرائيلي في هذا الوقت، كان الاقتراح الأولاني إن قوات المصرية لا تعبر خط المضايق في اتجاه الشرق، أي أن قوتنا تكون في سيناء حتى خط المضايق، يعني ما يعادل 55 إلى 60 كيلو، أما باقي 150 كيلو شرقا يبقى ما فيش قوات مصرية، أي أنها منزوعة السلاح. أي قلت له ده منطق اللي انتوا بتفكروا فيه منطق غريب جدا، ازاي دي وندافع عن البلد ازاي، لان ده بلدنا وانا المسؤول عن الدفاع عنها. قال لي السادات وافق على كده. قلت له وافق على كده فين؟ كالعاده. قال لي في القدس. قلت له ما قال ليش على ده، وعلشان اتخلص من الموضوع وبمهاره شويه اكتر، ومش بمكر ولا حاجه، لان مش هيكذب على حاجه زي كده. قلت له القائد الاعلى للقوات المسلحه رئيس الدوله ما يعرفش القوات من الناحيه العسكريه عددا ومكانا وبتاع، لان ده تخطيط عسكري، والتخطيط العسكري مسؤوليتي انا كقائد عام القوات المسلحه ووزير الحربيه، هو مالوش. قال لي هو قالها وانا باكد ان هو قالها، وقالها البيجن وانا ملتزم بيه. لما لكيت وياه مرة واثنين وثلاثة قال هل تتصور ان انا مش فاهم الموضوع ده الى هذا الحد؟ سبت الموضوع بالشكل ده. جه اللي بعديه على طول جازيت، هو كان مدير المخابرات الحربية السابق بتاعهم، كان عضو المفاوضات، قال علشان تأمين القوات، واحنا بنتكلم على امن اسرائيل وامنكم، احنا علشان نأمن ونعرف انتوا بتعملوا ايه، هنحط عاوزين نعمل محطة او اتنين في سيناء، هم اللي شغلوها علشان يعرفوا الاجهزة بتاعتنا بتشتغل ايه والحاجات، وانتوا رغم كده. قلت له هل ده منطق بقى نجيب لك ناس من عندكم اطلبهم عشان يحتلوا عندنا؟ قال لا، وعندكم تعالوا من عندنا اعملوا محطات في بلد. قلت له ولا احنا عاوزين محطات من عندكم عندنا، ولا من عندنا عندكم، ارضكم لوحدكم واحنا ارضنا لوحدنا، والحدود بيناكم اللي موجود بالشكل ده. ووقف. انا اتصدمت بيها فعلا دي، وخدت مني دور تالي
مستقبلا مع الرئيس السادات حول هذا الموضوع؟ اختلفت معاه كتير. ايه؟ اختلفت معاه كتير. بس الكلمة كلمة القائد. تمام. وكلمة رئيس الدولة. وخاصة كان القائد الأعلى للقوات المسلحة يعني، وأنت رجل عسكري.